اتفضل يا دكتور. ما انا قلت لك كشلك واحنا طالعين على السلم عشان جغرافية المكان عندنا مش مفهوم. يا عم الحاج خش بقى، الواد هيموت. يا عم الدكتور، يا عم الحاج، يا حبيبتي انت يا عم. حبيبتي عندي دخلة، عندي دخلة والله. أيوة طيب أخلص ده بسطربة. حاضر. محمد رسول الله. والزبادي بتاع امبارح. والزبادي. خلاص باي باي يا حبيبتي. انت جيت الخير. مساء الفل يا باشا. انت جيت من هنا ازاي؟ ده هنا المدخل الوحيد هنا. بقى الدكتور بقى بتاع عفاريت وجن وارواح وحاجات. في ايه؟ ما تخافش. في ايه؟ ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ في حاجة؟ لا. أنت جاي منين؟ في حاجة؟ مفيش. تفكير. أنت لازق فيا كده ليه طيب؟ في ايه طيب؟ قول لي طيب. العربية زحمة معلش. في ايه مال؟ ايه؟ احكي لي بهدوء بقى، ايه اللي حصل بالظبط؟ انا الواد فتحي اللي مرمي على الكنبه ده صاحبي. الواد قاعد يصوت ويلطم ويقول حاجات غريبه كده ويقول لي روحي راحت مني، روحي راحت مني. ما تكدبش من اولها. يقول روحي طلعت مني، انا واقف في الكالوس وسامع. عشان بس دي تفاصيل مهمه جدا. هو قال روحي طلعت مني كم مره؟ معلش روحي طلع روحت طلعت مني كم مره؟ انا مش فاكر حضرتك. لا 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 دي تفاصيل مهمه جدا. لا ما هو قاعد يقول روحي راحت مني، روحي طلعت مني. روحي راحت مني، روحي راحت مني مرتين مع تاني الركبه. يا عم ما فيش الكلام ده. طب معلش هو كان يوم ايه؟ كان يوم ايه؟ انت كده حضرتك بتضغط على نفسيتي. انا لو عارف ان انت هتيجي تحقق معايا كنت كتبت لك كل حاجه في الاشنته. اشنته؟ يا حبيبي مش ضغط على نفسيتك ولا حاجه، بس هي المساله ببساطه. انت لما تروح لاي دكتور بتقول انا عندي صداع، عندي انفلونزا، الراجل يحط كل ده في الخلاط ويطلع لك روشته. يا عم الحاج الواد هيموت مننا. حاضر يا حبيبي. ثانيه واحده. هو انا هقول لك الواد جات له كده حاله هياج وقعد يقول روح راحت مني، روح طلعت مني، ويتشالب ويجي كده اقول له مالك وما من الاخر كده. ايوه جات له حاجه زي انتوا بتقولوا عليها هيستيميا. حاله ايه؟ حاله هيستيميا. مصطلح علمي رائع. اصل في ناس متخلفه بتقول عليها هيستيريا. لا هي هيستيميا. اوكي يا حبيبي. وراح مرمي على الكنبه. اترمى على الكنبه. طيب معلش احنا هنعوز شويه حاجات من تحت. انا مش هنزل الاجزخانه. لا انت مش هتنزل ما تقلقش. انا مش هنزل الاجزخانه عشان تبقى فاهم من اولها. يا حبيبي انت مش هتنزل، انا معايا هنا عفاريت وارواح. انا مش هنزل الكشك. ما انت بتقولي عفاريت وارواح وملبس والكلام ده مش هيمشي معايا. ارواح وملبس ده انت على قديمه قوي. لا ده دينا. لا لا ارواح اللي هي الحاجات ديت. لا ما تخافش اعرفك بنفسي، انا الدكتور شاهين بتاع البن. لا الدكتور شاهين بتاع الفسيخ. ما شاهين ده لا بتاع بن لا بتاع فسيخ. يا حبيبي ده التايتل بتاعي. تايتن؟ تايتن عامر. ما تكلمش على زمان. انا صراحه لا لا البن ولا الفسيخ، انا الدكتور شاهين. وعلى فكره في ميدان في العجوزه اسمه ميدان ميدان شاهين برضه، بس احنا عاوزين نوقف سير الافيهات فقلنا كفايه لغايه كده وننام. الدكتور شاهين ربنا يجعل في وشك الابون. الابون. بس بقى نخلص بقى عشان الوضع يموت مني. انا اعظم محضر ارواح عرفته البشريه. طب تعمل كده ليه؟ انا اللي حضرت روح هتلر في الحرب العالميه. عالميه؟ انا اللي حضرت روح نابليون في الحمله الفرنسيه. فرنسيه؟ انا اللي حضرت روح الاسكندر في الاسكندريه. اسكندريه؟ وانا اللي هحضر روح امك في باب الشعريه. ده انت بتلعب كوميديا كمان. وبضحك احيانا. يا عم بقى يا حرام عليك الواد هيموت مننا. عينيا. بسم الله ما شاء الله نايم زي الملاك. لا ما تضحكش بقى عشان ما ازعلش منك.
حبيبي معلش استاذنك في سؤال، روحك راحت منك فين يا حبيبي؟ بس بدون قلة ادب. هو ما بيتكلمش. استاذنك اساله انا معلش، مش عايز مداخلات. انت كمان بتعمل برامج؟ بفضلك روحك راحت منك فين يا بابا؟ وربنا ما بيتكلم، هو لو كان بيتكلم ما كناش جبناك السيرك القومي هنا. طب اخلص منه ازاي؟ استاذنك تجيب لي الكرسي ده هنا. نعم الكرسي ده ممكن تجيبه هنا. طيب انا هجيبه عشان خاطر فاتح. ما عشان خاطر فاتح بس ما تكترش وتطلب حاجه. حاضر. عشان مش هجيب لك حاجه تاني. حاضر. ماشي يا عم الحاج؟ ماشي. عشان انا مش متفائل بيك اصلا. ماشي ماشي. يعني انا هجيب الكرسي بس دي اخر مره. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا مش عسكري مراسل. تروحت ولا ايه؟ نعم. انا مش عسكري مراسل. معلش وانا بقول لك هات الكرسي انت قلت انا مش ايه؟ مش عسكري مراسلة. بسم الله ما شاء الله انت جاي فوق عالي جدا. الله اكبر قبولك فوق رهيب ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بعيد انا يابا قلت دوت. بص اهو انا مش عسكري مراسلة. يا نهار اسود ترمي الشيل يرن ده معلش. وانا لما قلت لك هات الكرسي انت قلت انا ايه؟ مش عسكري مراسلة. عزم الولد. ايه ايه خليك انت بس. ايه حاضر يا فتحي. حاضر انا معايا ناس هنا زي ما قلت لك قبل كده. معلش يلا بينا بس نجيب السيد فتحي. سيد فتحي استاذنك. فتحي يلا قوم يا فتحي. يلا قوم حبيبي. تعال. هو ماشي كده ليه؟ هو بيلعب بلاء قاعد. استاذ فتحي روحك راحت منك فين؟ معرفش. حاول يا حبيبي تفتكر. الله جاب. ما شاء الله. الله خد. الله أكبر. الله عليك يا سيدي. الله يلعنك. هو بيحب الأغاني قوي. هي كده حالته اتأخرت قوي. ليه أنت كنت قايلها تيجي الساعة كام؟ وأنا برضو اللي بعمل كوميديا. يا عم حرام عليك الواد هيموت مننا. حاضر بسيطة. اسمه إيه بسرعة؟ فتحي السيد علي. فتحي السيد علي. احنا هنعمل دلوقتي سيرش عن روحه في العوالم يمكن حد يدلنا عليه. اديني لحظه بس. فتحي السيد علي. فتحي السيد علي ده ثلاثي. ده ثلاثي. استاذنك فتحي السيد علي ايه الرباعي؟ معلش بتفرق معايا. انت مزنوق فيها قوي الرباعي. الرباعي بتفرق معانا. اسمه فتحي السيد علي زعنيفه. زعنيفه ده في الاخر؟ لا ساعات في نص الظهر او على الجنبين حسب الكائن الزعنيفه دي. فتحي السيد علي زعنفة. جويش يا جويش. شويش يا شويش. وبعدين اول مره اشوف طبال بيكبر دوره. انت بتعمل كده ليه؟ جويش يا جويش. شويش يا شويش. روح دور على فتح السيد علي زعنفه من الساحل الشمالي للعريش. شيش شيش ان شاء الله تعيش. روح عاصيه ومتمرده رفعت عليه قضية خلع وكسبتها. يا نهار أزرق. شايف؟ طب وبعدين هنتصرف ازاي دلوقتي؟ الواد مات يعني؟ ما تقلقش. أمال إيه؟ لا هنحاول. بص زميلك دلوقتي المصطلح العلمي اللي هو عنده دلوقتي عنده حالة اسمها الاستيكانياس. ما تستغربش. الاستيكانياس. أيوه يعني التشخيص لمؤاخذة. التشخيص لمؤاخذة. عارف أنت لما في حد قاعد معاك ويقول لك سيبني دلوقتي أحسن روح في مناخيري لو عطس لا قدر الله والكلام ده؟ صاحبك روح سابته لبضع ساعات اسابيع شهور وهترجع له تاني لغايه ما ترجع له. احنا هنحاول نتصرف له في روح. انت هتجيب له روح استيراد.
من الوكاله. طب ارفعه لك بقى على الكوريك. لا. طب افك لك حاجه منه يا حبيبي. لا خليه. بس اقول لك اللي اوله شرط اخره نور. اتفضل. اللي روح الاستيراد دي جبناها ركبناها طبعت هناخده. دور معانا ماشي كده مش هفيش. خلاص انا عنيا لك. الله يسترك ان شاء الله. انا مش مطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. خايف منك. الارواح اللي معايا او الروح تتفضل. عرفينا بنفسك ايتها الروح. انا زوبة شخلعني على الوحدة. انا مالي مفيش واحدة. واللينا معايا بعشرة جنيه والدفع مقدم يا ننسى عن ام خالد زوبة. ها مش هتيجي؟ لا مش هاجي. ليه؟ دي مش هتنفع معانا. ليه؟ 10 جنيه؟ دي اكيد دي عندها الايدز في حواجبها. حرام عليك يا اخي. ده احنا عايزينها بصرف مش عايزينها مشيها. ايتها الروح جير اوت. ثانك يو. يلا الروح اللي بعدها تتفضل. عرفينا بنفسك ايتها الروح. غسان مطر. واضح. اخطر رجال العصابات في تاريخ السينما. الله يرحمك يا استاذ غسان. انصرف انا مؤمن. مش هينفع معانا. ليه؟ راجل عنده شغل كتير، اوردرات كتير، اعلانات، مش هيمشي معانا. طيب ايتها الروح. ثانك يو جيت اوت. دكتور شاهين. اتفضل يا حبيبي. اعمل الصح. هحاول. الروح اللي بعدها تتفضل. ايه دكتور واتساب انستغرام. دكتور. نعم. انا رامي، اسمي رامي وكل البنات بيحبوني. ها ايه 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 دي كده زرواطت ومليطت وبقت قله ادب. ده لطيف جدا بالنسبه لك، بالنسبه للعيل المحروق اللي على العبايه. بقول لك عيب منطقه شعبيه والواد ايه ده مش هينفعنا. ايه 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 كده ايه ده ماشي بقى. اوكي رامي جيت اوت. ثانك يو. يا دكتور مش بمزاجي، لازم حد يشدني. إدارة مسرحية شدوا رامي. اصبر عليا بقى. كده الشغل زي الطين. اصبر عليا بقى. أنا بقول وش القفص. الروح اللي جاية دي حاجة راحة بيت أخويا. من الآخر. نضيفة يعني؟ عيب. آخر فرصة. نيكست. انت راجل بيسعى الناس الكويسه. مين؟ اني مش عارفني. اني توتي مني. اني مش اني. انت ليلتك سودا. لا لا انت فاهم غلط، مش الاستاذ عبد الباسط. انا سيد ابو مواس. يعني اكبر بلطجي فيك يا بطنيه. بلطجي بحته شعبيه. ايه لا ده هتبقى مجازر والحكومه هتيجي تلمنا. الله يسترك. لا مشي مشي. ايه يا اسطى انت كل سبب